للوقاية من أمراض الكلى أنصح الناس بعمل تحاليل دورية شاملة مع الطبيب، أقرب طبيب في مراكز الأسرة، وبشرب كميات كافية من الماء، وبتجنب الأدوية المسكنة للألم بقدر الإمكان. As a urologist, I advocate everybody above 50 years, every male, that be a man and get checked. Come to see us at least at yearly. We will help you. Thank you. عند حصول ألم حاد ومفاجئ في الخصيتين في الأطفال، ننصح الآباء بإحضار أطفالهم إلى المستشفى. الأمر مهم.